إذا فاتتني سنة قبلية لكوني تأخرت، فهل أقضيها بعد الصلاة؟ لو قضيتها بعد الصلاة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقضي النافلة الراتبة التي قبل الفريضة كما قضى راتبة الظهر بعد العصر، إلا أن يقال أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولكن الأصل هذا من خصوصية. نعم، جزاكم الله خيرا.